نجمات تركيا جميلات دون رموش وعدسات وصلات شعر، هي دي حقيقة النجمات اللي بنشوفها على الشاشات، حيث تتمتع كل واحدة منهن بإطلالة مشرقة وطبيعية وجذابة، الأمر اللي حظي بإعجاب المشاهد العربي. تتمتع نجمات الدراما في تركيا بإطلالات مشرقة وطبيعية وجذابة، إذ يبتعدن عن المبالغة في المكياج ويبتعدن عن الإطلالة الصارخة التي تعتمد على الرموش الاصطناعية والعدسات والحواجب المرسومة بكثافة. هذه البساطة في إطلالتهن حظيت بإعجاب الجمهور العربي الذي بات يميل إلى الذوق التركي ويفضل نجمات الدراما التركية على النجمات العربيات اللواتي يبالغن كثيرا في إطلالتهن. عربون يكشف أسرار إطلالة النجمات التركيات وطريقة كل واحدة في إبراز جمالها بطريقة بسيطة وغير متكلفة. كريم سات التي تعتبر من أجمل الممثلات في تركيا وتسحر المشاهدين بنظرات عينيها بالرغم من صغارهما، وأثرت المشاهدين في مسلسل فاطمة حيث ظهرت طوال المسلسل دون مكياج. برين والتي تتمتع بلون عينين خضروتين فاتحتين تعتمد على قلم الكحل الأسود الغامق والمسكارا وتبتعد عن الألوان الفاتحة لإبراز نظرتها وإعطائهما عمقا واتساع. توبا بيوكستون، تتمتع الجميلة توبا الشهيرة بلميس ببشرة مثالية مخملية وصافية، لذلك لا تستخدم المكياج كثيرا وتستخدم فقط الباودر لإبراز جمال بشرتها. كالين كرهان والتي عرفها الجمهور العربي بالسلطانة مريم في مسلسل حريم السلطان لا تحب استخدام المكياج كثيرا، إلا أنها لا تستطيع الاستغناء عن الكونتور لنحت الوجه وخصوصا عند الخدين. أما فهري أفجين حبيبة الممثل الوسيم بوراك زوفيت والتي تشتهر بعيونها العسلية، فهي تستخدم الكحل الأسود لإبراز لون عينيها والظلال الترابية الغامقة، كما تفضل تدرجات اللون الوردي الباهت كأحمر الشفاه. سيريناي سارياكا والتي يعرفها الجمهور العربي باسم ميرا لا تستخدم المكياج في حياتها اليومية، أما في المناسبات فتفضل المكياج السموكي آي والكحل الأسود وتدرجاته.